cette adjointe et festivité de la fête du trône que notre club a eu l'honneur et le privilège d'organiser son premier tournoi international de $10 qui a connu un vif comme des personnes qui ont réussi de ce tournoi. Ici, ils sont arrivés à faire un meilleur match pour moi et de mériter ce record. Je retiens beaucoup de cette semaine. C'est la première finale sur le circuit professionnel. Ça, là, c'est la première parmi beaucoup d'autres. Merci encore à tout le monde et bonne chance à l'État pour la suite. Premièrement, avant toute chose, que j'aimerais faire, c'est de remercier tous les ramasseurs, Boucha et toutes les personnes, tous les organisateurs. اليوم كيتسدد الستار على الدورة الأولى للدوري الدولي المستقبلي 10 الدورة اللي عرفته الملاعب ديال كرة المضرب بالنادي البلدي. كل ما يمكن أن أقوله هو أن هذه الدورة عرفت نجاحا باهرا وإقبالا غير مسبوق في بالنسبة طوال هذه الدورة، وخاصة وأن الدورة عرفت تتويج البطل المغربي رضا العمراني الذي يؤطره هشام أرازي. فإذا درنا عصفورين بحجرة، هو التنظيم الدوري الأول الدولي الأول لكرة المضرب في الإقليم، ثم ثانيا التتويج ديال المغربي في أول دورة. إذا نحن جد فرحانين بهذا التتويج ديال العمراني وكذلك بنجاح الدورة، ومن هذا المنبر ديال المنابر الإعلامية المحلية المواقع المحلية كنشكرهم جزيل الشكر على المساندة ديالهم والدعم ديالهم خلال الدورة كاملة، وكنقولوا لهم حنا عند حسن ظنكم وغادي إن شاء الله نخدموا إلى الأمام لتنظيم دورة أحسن لملاد إن شاء الله. وهذا كيحفزنا كذلك على أن نطور هذه الملاعب وأن يكون نادي بمواصفات عالمية. فالحمد لله الآن الدورة أعطتنا فكرة أولى على تنظيم ديال الدوريات من هذا الحجم، وكنشكركم جزيل الشكر، كنشكر كل اللي ساهم في هذه الدورة، خاصة عامل الإقليم السيد مصطفى العطار للدعم ديالو بلا مشروط لهذه الدورة، وكذلك للمجيء ديالو وتفحص هذه الملاعب وتشجيع اللاعبين وتشجيع المنظمين. كذلك كنشكروا المستشارين اللي مدوا لنا يد العون ووكبونا طوال هذه المدة، وشكرا جزيلا.